السلام عليكم واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من بين قوسين. صنعاء ما عدت فينا اليوم صنعاء فقد تناثرت فيك الحب اشلاء، صنعاء لم يبق في عينيك اسئله تستيب القلب اشواقا واهواء. الفيت كل الروابي الخضر منذ سرت ليلا اليها رياح البؤس صحراء. بعد ان كانت ملاذا لملايين اليمنيين ومهوى افئدتهم طلبا للامان والاستقرار والرزق، توشك صنعاء ان تصبح مدينه اشباح ولعلها قد صارت كذلك. لم تعد صنعاء المدينه المفتوحه فقد جعلتها ميليشيا الحوثي مقفله وصارت مدينه للخوف والقلق ويكمن الموت في كل شوارعها. تجديد وحصار أمني كبير تمارسه مليشيا الحوثي وانسداد في الأفق المعيشي وحملات عسكرية مستمرة لم تراعي حرمات الناس ودماءهم ناهيك عن حرمة بيوتهم كل ذلك لم يبق أمام المواطنين والساسة والناشطين المستهدفين إلا خيار عرض ممتلكاتهم من عقارات وغيرها للبيع والهروب نجاة بحياتهم في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أسباب إضطرار السكان للنزوح القسري عن صنعاء وعرض آخرين ممتلكاتهم للبيع وانعكاسات ذلك على طبيعة الحياة في العاصمة صنعاء في البداية اسمحوا لي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الكاتب الصحفي راجي عمار وهو أحد النازحين وأيضا سيكون معنا من نيويورك عبر السكايب الناشطة الحقوقية الأستاذة لطيفة علي وسيكون معنا من الرياض الصحفي والناشط الحقوقي همدان العلي قبل النقاش فاصل قصير أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب الصحفي راجي عمار من مأرب مرحبا بك أستاذ راجي أهلا بشير أحلى أحلى أهلا وسهلا حياكم الله أنتم المشاهدين الكرام أهلا بك راجي في البداية ربما أنت أحد الذين اضطروا قسريا مغادرة صنعاء التي سكنت فيها ربما لأكثر من عشرة أعوام واتجهت نحو مأرب ما هي الأسباب التي جعلتك تغادر صنعاء ربما المدينة الأحب إلى قلبك؟ طبعا هناك عدة أسباب احنا نزحنا من قبل من قبل عامين من من بدايه 21 سبتمبر المشؤوم يوم دخول صنعاء وكانت صنعاء لم تعد تطاق للعيش وانتقلنا الى مناطق وبعدها الى مأرب. وهكذا هو معظم السكان وخاصه في الفتره الاخيره ازداد النزوح وازداد الـ 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 والانتقال من صنعاء جميع الشباب والاسر انتقلوا من صنعاء الى اماكن الى اماكن معينه وخاصه تابعه للشرعيه والان هم متواجدين في كل مكان يعني غير صنعاء. نعم، ما الذي تغير راجي بالنسبه لصنعاء قبل الانقلاب وبعد الانقلاب؟ طبعا صنعاء اصبحت بعد الانقلاب اعتقد هي منطقه غير صالحه للعيش الان بسبب ما فيها من ما احدثت فيها الميليشيا من من كوارث ومن اختطافات ومن طبعا وخاصه بعد توقف المرتبات ونزح نزوح الناس وغلاء الاسعار وغلاء وارتفاع المشتقات النفطيه وكذلك انتشار الجرائم وانتشار السرقات وانتشار الاختطافات مما ادى الى النزوح الكامل من صنعاء ولم يتبقى فيها اعتقد الا قله والمشرفين المتواجدين في المشرفين التابعين للميليشيا هم الان من هم متواجدين في صنعاء وبيدهم الحل والعقد ولديهم كل شيء في ايديهم يعني. نعم. اذا تحولت ربما مدينه اشباح استاذ راجي بالنسبه لمن هم ضد الانقلاب. طيب ماذا عن الانقلابيين انفسهم ميليشيا الحوثي؟ كيف صارت صنعاء بالنسبه لهم؟ اصبحت بالنسبه لهم انا اعتقد انهم لا يريدون ان تنتهي بسبب بسبب الثراء الفاحش الذي وصلوا اليه طبعا الان اصبحوا يعني العمارات والاموال كلها بيدهم واموال البنك المركزي واموال الضرائب واموال الجمارك كل ما كل الايرادات اصبحت بايديهم والان يعيشوا في ثراء فاحش ولا يريدون لهذه الازمه ان تنتهي وهم يتمنون ان يستمروا الى اطول اطول مده في هذا الكلام. نعم. طيب استاذ راجي ابقى معي ويعني نشرك معنا في الحديث الناشطه الحقوقيه الاستاذه لطيفه علي من نيويورك عبر السكايب مرحبا بك استاذه لطيفه اهلا وسهلا فيكم اهلا بك استاذه لطيفه اذا تحدثنا معك انت في الجانب الحقوقي ربما في الاسابيع الاخيره يعني اعلنت كل المنظمات الامميه والعامله في الجانب الانساني والتابعه للامم المتحده مغادرتها لصنعاء وربما بعد أن وجدوا صنعاء غير قابلة وغير آمنة لاستمرار عملهم كعمل إغاثي وإنساني كيف سينعكس مغادرة كل هذه البعثات الحقوقية والإغاثية من صنعاء؟ بداية الأمر دعنا نشير إلى أن المنظمات دور المنظمات الحقوقية وفيها في الحرب في اليمن من بدايتها وحتى اللحظة وجودها من عدم وجودها لن يشكل فارقا كبير الا فيما يدين هذه الجماعه الارهابيه كونها عاجزه عن حمايه اي منظمات سواء حقوقيه او السفارات لكن كونها ستصنع فارق يصنع فارق نعرف ان المنظمات الحقوقيه والانسانيه سكلت الى حد ما غطاء للجماعه الحوثيه فيما يصل سواء على المستوى الإغاثي أو على المستوى الحقوقي. المتابع لهذه الأنشطة منذ البداية كناشط حقوقي أو على المستوى السياسي. بالتالي يعتبر خروج هذه المنظمات من العاصمة صنعاء بعد أن استفردت تماما الجماعة الحوثية بصنعاء بعد مقتل الرئيس السابق عبد الله صالح. خروجها من الغطاء السياسي الذي كان يمثلها وجود حزب سياسي كان المؤتمر الشعبي بغض النظر اختلافنا واتفاقنا معه الا انه كان غطاء سياسيا بالتالي المجتمع الدولي والمنظمة الحقوقيه تراقب هذا الوضع وتعرف تماما ان هذه المنظمه منظمه ارهابيه وتعرف انتهاكاتها الذي موجودة على الارض لكن تتعامل معها كما قلنا من منطلق انها اقليه وب... نعم نعم نسمعك نسمعك استاذه لطيفه معي نعم اكملي نعم فكما قلت واكرر انها لن يشكل فارقا بالنسبه للضحايا على الارض لان هذه لان هذه المنظمات الحقوقيه لان هذه الجماعات الحقوقيه عفوا هناك صوت بالخلفيه لذلك لا ها طيب طيب استاذه لطيفه الى الى ان يتم اصلاح هذه الاشكاليه التي ربما تسبب لك ازعاج في ذلك ساعود اليك ولكن اتمنى من الشباب الكنترول ان يصلحوا هذه الاشكاليه اذا نعود الى مارب مع الاستاذ راجي راجي الوضع المعيشي الان في صنعاء ومن هم يسكنون صنعاء كيف اصبح؟ طبعا بعد مقتل الرئيس السابق صالح حصلت نزوح كثير والان الاخوه في المؤتمر والمناصرين لصالح تم التنكيل بهم طبعا هناك الكثير ممن نزحوا من الاسر خاصه والاشتباكات الاخيره بابان قتل صالح وما قبل وما يسبقها قبل باسبوع تقريبا من الساكنين في المنطقه اللي في حوالي المنزله طبعا بسبب الضربات والاشتباكات والقصف العنيف الذي حدث في في تلك الفتره ادى الى نزوح الجميع لانه وصلوا الى مرحله لا تطاق وبعد ذلك تم التفتيش المنازل والبحث عن انصار الرئيس السابق والتنكيل بهم، طبعا هناك نازحين كثير وصلوا مارب وبعضهم من الناشطين والصحفيين الذين وصلوا عدن. وتم استقبالهم من الشرعيه وتجهيز اماكن لهم والحمد لله يعني. رغم ان هناك بعض الاشكاليات يعني. نعم، راجي كيف تابعت نعم، راجي كيف تابعت, راجي اللوحة راجي اللوحة كيف اللوحة اللوحة كيف تابعت اهتمام الشرعيه واستقبالها لكل يعني الفارين من من صنعاء سواء من اعضاء حزب المؤتمر او غيرهم؟ طبعا استغرب الجميع والكثير مستغربون انه كيف تم هكذا استقبالهم ولم يكونوا يتوقعوا انهم يلاقوا هذه الحفاوه بالامس يتكلم المسوري المحامي الشخصي لي علي عبد الله صالح يقول انه نشكر الاخوه في مارب وصلنا بين اهلنا واسرتنا وتم استقبالنا بحفاوه لم تكن في الحسبان ولم يكونوا يتوقعوا ان يكون هذا الاستقبال الحافل بهم بسبب ما كانوا يعملوا يعني بسبب انهم اساءوا الى الشرعيه وكانوا اساءوا الينا بكل المسميات برغم هذا كله وكانوا مناصرين للميليشيا وتوقفوا معهم بكل ما اوتوا من قوه يعني واساءوا بكل ما اوتوا لكن في الاخير هي الشرعيه هي الدوله والدوله هي تستقبل الجميع وتحتفي بالجميع ياتي اليها من اتى ويختفي اليها من اختفى هي في الاول والاخير تظل الدولة يعني نعم رغم الاساءات رغم الصورة النمطية نعم. التي كانوا ربما يتحدثون عنها ويشكلونها عن محافظة مأرب ويتحدثون عنها سواء في تصريحاتهم او وسائل التواصل الاجتماعي او عبر القنوات عن مأرب، هل تغيرت تلك النظرة عندما وصلوا إلى مأرب واستقبلوهم بهذه الحفاوة؟ يا أخي للأسف الشديد هناك منهم من الناشطين من من وصلوا الى هنا ولا حد الان لم يعترفوا بالشرعيه ولم يتكلموا ان هناك شرعيه والاخوه بعضنا من الاخوه منهم في عدن لا زال لا يعترف بالشرعيه ولا يتكلم انه شرعيه هناك طبعا نحن لا نريد ان يعني احنا نمنحهم يمكن اكثر مما يستحقون كونها انها يعني يعني نرفع من مظلوميتهم انهم مظلومون ويستفيدون منها هم في الاول والاخير وفي الاخير لا يستفيد منها إلا هم وهم إلى حد الآن بعض منهم والأغلبية منهم لم يعترفوا بالشرعية نهائيا وهذا قد ي... قد أثر على على الشباب التابعين للشرعية وكانوا متأثرين من هذا الكلام لأنه ربما يكون هناك مثلا أنه كأنه في توجيهات في الأول والأخير هم يتبعون الدولة وعادوا إلى حضن الدولة ونحن نرحب بهم في أي وقت والشرعية ترحب بهم في أي وقت رغم أنهم أساءوا ورغم أن الجميع الجميع استاء من هذا الموقف منهم برغم انهم وصلوا الى اماكن الشرعيه ولا زالوا الى حد الان لا لا لا, لا, لا زالوا الى حد الان لم يعترفوا بالشرعيه ولم يقولوا ان احنا نعترف بالشرعيه فقط هم هاربين من الميليشيا التي نكلت بهم والتي لاحقتهم كما كما حدث للجميع من قبل لمن كانوا مع الشرعيه من قبل في من بعد 21 سبتمبر الى اليوم يعني. نعم طيب راجي ابقى معي اعود اذا الى نيويورك عبر السكايب مع الاستاذه لطيفه علي استاذه لطيفه اذا الان اتمنى أن تسمعيني بوضوح نعم طيب أستاذة إذا كنا نتحدث عن كيف ينعكس الجانب الحقوقي في صنعاء بعد أن غادرت كل المنظمات سواء كانت محلية أو دولية وتعمل في صنعاء وكانت ربما تساهم بصورة أو أخرى في التخفيف من بعض الانتهاكات الآن بعد أن أصبحت صنعاء بقبضة الميليشيا ولا رقيب عليهم كيف سينعكس حال الناس وكيف ستمارس الميليشيا تنكيلها بالمواطنين دون أي حسيب أو رقيب هل تسمح لي أن أشير بالبداية إلى النقطة التي أنتهى منها ضيفك الكريم من معرب تفضلي بخصوص استقبال الحكومه الشرعيه للنازحين من صنعاء وخصوصا منهم الاعلاميين والقاده السياسيين نعم. الحكومه الشرعيه طبعا تتعامل كدوله وهذا يحسب للحكومه الشرعيه لا تتعامل بمنظور العصابات الذي تعتقل القادمين او النازحين اليها رغم عدم اعترافهم بالشرعيه وانضمامهم الى 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 الدوله وانضمام تحت اطار الدوله بالتالي هذا الجانب قد كما يحسب للدوله لكنه يحسب على حساب او ينظر على على حساب دماء الشهداء وعلى حساب تضحيه الشهداء، يجب على الحكومه الشرعيه ان تتعامل مع هؤلاء بمنظور العداله وليس بمنظور انهم فقط نازحين، كون هؤلاء حتى اللحظه لا يعترفون بالحكومه الشرعيه ولا ينضمون تحت الحكومه الشرعيه لا يجب استقبال استقبال ابطال. الامر الذي يستفز الكثير من المواطنين الكثير من تضحيات الشباب والثورة والثورة وشباب الثوره وشباب الذي يخضعون تحت الانقلاب ويعانون الولادة حتى اللحظه هذه نقطة أعود إلى 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 موضوع نعم. أكملي أكملي في ال... هذه النقطة إذا أستاذة أستاذة لطيفة أنت ذكرتي ربما نقطة في غاية الأهمية إذا أفهم من كلامك أنك تعارضي يعني ما قامت به الشرعية من تقديم هؤلاء على أنهم أبطال هذا ما تريدين القول بالتاكيد ليسنا نحن وحدنا من نعارض الضحايا اللي يعرضون الدماء التي على الارض الاسره المشرده ضحايا الانقلاب منذ ثلاث سنوات حتى اللحظه ما زالت ما زالت تعز ما زالت الحيمه ما زالت البيضه ما زالت مارب تحت نيران هؤلاء وما زال هؤلاء الذين حرضوا على المواطنين وحرضوا على اليمين واعتبروهم انهم ليسوا يمنيين وتعالوا على الدوله وتعالوا على المواطنين هل من 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 العداله البحته وليس حتى المنظور القانوني أن يقابلوا كفاتحين، أن يقابلوا كأبطال، على الحكومة أن تعمل كدولة، هذا, هذا حق وهذا, وهذا مطلوب، لكن ألا تدع أنها هؤلاء أن كما حدث من اختراقات الحكومة الشرعية من قبل النازحين السابقين أو أدعياء الانضمام إلى الثورة، وشكلوا غطاء الانقلاب من وكما يعلم الجميع كما كما حدث مع العائدين السابقين لا يجب ان تكرر الحكومه الشرعيه نفس نفس الخطا ولا ان تستهين بدماء الناس الحكومه ما هي الطريقه الامثل استاذ لطيفه اذا الطريقه المثلى من وجهه نظرك بالتعامل مع هؤلاء هؤلاء يعني طالتهم جرائم الحوثي ولم يجدوا ملاذا سوى الشرعيه هل من العقل ومن يعني ان ان ترفض هؤلاء او تقابلهم بنفس يعني ما قامت به ميليشيا الحوثي او حتى تحاسبهم عن مواقفهم السابقه لا بالتاكيد هؤلاء مواطنين يمنيين لكن ان يظل ان ان يعملوا تحت اطار الشرعيه في في المناطق الشرعيه و ويكونوا في ويكونوا غطاء للانقلاب غطاء اعلاميا من من رفضهم للقياده الشرعيه، كيف ينضم الى الى مأرب؟ من يرفض قياده القياده الشرعيه للرئيس هذه؟ كيف ينضم الى مأرب؟ من يرفض من ما زال يعتبر انها ان هناك احد الصحفيين على تويتر ما زال يقول انها انه يقبل بقيادة الحوثيين ألف سنة على أن يقبل بقيادة هذه. كيف يستقبل هذا؟ يجب أن يعامل كمواطن. لكن لا يعطى صلاحيات ولا يعطى امتيازات. هذا استفزاز لشعور الأم. هذا استفزاز للضحايا. استفزاز لكل, لكل ما قام هذا انقلاب على ما قامت عليه ثورة فبراير. قام ما نحن في صدد انهاء الانقلاب. نعم. ولكن ربما هذا الرأي هناك كثير من يعارض هذا المنطق. أستاذة لطيفة. لأن يقول بأن يعني ربما الدرس قد فهمه الجميع. واكتوى بنارها الجميع سواء المؤتمر او شباب الثوره او الاصلاح او كل اطياف المجتمع وهذه اللحظه تتوجب علينا ان نكون موحدي الراي والمعركه هي معركه واحده امامه وجمهوريه هذا المنطق، إذا كان يؤمن بهذا المنطق فالباب مفتوح وما زالت الخطوط السياسية ممدودة، الحكومة الشرعية مدت أيديها، خطاب الرئيس هادي، خطاب رئيس الحكومة ابن دغر أباح حتى أنه أعطى العفو لما لا يستحق العفو وهو تحت ال... كما يعرف الجميع أنه تحت العقوبة... بند العقوبات الدولية، مع ذلك نقول كمواطنين، نقول كناشطين، نقول كأهالي للضحايا أن لا يجب أن تترك المساحة على عوانها، أن يظل تحت قيادة الشرعية، من يشتم ولا وليس هو المقصود فيها المقصود أن هو الموقف سياسي، هذا موقف سياسي يعبر عن النازحين حتى اللحظة. كيف نحتضن من من يعمل ضد إذا كان المنطق كما تقول هو منطق منطق شرعية ومنطق إمامة وجمهورية، فالجمهورية يمثلها قائد شرعي ورئيس شرعي وحكومة شرعية. نعم. اذا انت تتفقي الله على على هذا على هذا المنطق ولكنك تعارضي من يعني حتى في هذه اللحظه لا زالوا لا يعترفون بالشرعيه ولا بالرئيس هذه نعم طيب الأستاذ لطيفه ابقى معي وايضا الاستاذ راجي وسينضم الينا ايضا عبر الهاتف الاستاذ همدان العلي صحفي وناشط حقوقي سنذهب الان مشاهدينا الكرام لمتابعه تصريحات من المواطنين عن من نزحوا من صنعاء وعرضوا ممتلكاتهم وتجارتهم للبيع وغادروا صنعاء بسبب يعني الجرائم والوحشيه التي تمارس ضدهم من قبل ميليشيا الحوثي نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل الحديث ابقوا معنا حالة النزوح التي من صنعاء هذه الايام تثبت للجميع الجور والطغيان الذي يمارسه الحوثي على كل المواطنين اليمنيين هنالك يعني من ما يتوجب على الشرعيه أن تتحرك تحركات سريعة على كل الجبهات وعلى كل الأصعدة السياسي والاقتصادي وقطع المؤامرة التي يريد الحوثي إنجازها يعني أوساط المواطنين في صنعاء لم يعد اليوم يعني من عذر أمام أي شخص سواء محايد أو متجاعس أو كذا إلا الوقوف أمام هذه الميليشيات لن يسلمها لن يسلم منها يعني اكثر شخص دعمهم علي عبد الله صالح لن يسلم في الاخير اغتاله يدور معيشه افضل من المعيشه اللي عندهم قد شفنا حكم صنعاء خربوا فيها جربنا حكمهم يعني ما يشتي يهربوا ينزحوا الا علشان الاوضاع المتدهوره اللي في صنعاء ما ينزح الا مضطر يعني اللي يشتي ينزح ينزح ما لهم دخل يعني يمنعوه من من النزوح ويخليه يبيع كل ممتلكاته، ممتلكاته في حقه الشخصي ما ما حد يتدخل. مواطنين كما تعلم ينزحوا في هذه الايام بكثره بسبب ضغوطات الحوثي واضطهادهم وسوء المعيشه في العاصمه صنعاء او في اي محافظه ما ما شاء الله تتمتع بالامن والامان والاستقرار والحمد لله بسبب ارض الاداره والحكم الناجح بعكس اللي في صنعاء الحكم الذي حكموه الحوثه اللي خربوا البلاد وما ينزحوا من صنعاء الى مارب الا بسبب سوء المعيشه اللي عندهم لذلك يعني حبوا ينزحوا الى مارب لانها تستقبل من كل مكان حياكم الله مشاهدينا من جديد واعود هذه المره الى الاستاذ همدان العلي مرحبا بك استاذ همدان الناشط الحقوقي والكاتب الصحفي مرحبا بك همدان اهلا وسهلا انت وضيوفك والمشاهدين جميعا اهلا بكم استاذ حمدان في البدايه اذا تحدثنا عن كيف تتابع ما يحدث من صنعاء من يعني نزوح حروب مغادره قسريه بسبب كل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على المواطنين هناك وعلى كل الناس سواء ناشطين سواء سياسيين سواء عسكريين أه قبل ايام حدثني شخص كان عندما سقطت مدينه المكلا في يد تنظيم القاعده قبل فتره اليوم يعيش في صنعاء يقول شهادته انه الجو نفس الجو يعني نفس ما حدث في المكلا جماعه ارهابيه هي الان تسيطر على صنعاء بشكل كامل ويعني هذه الجماعه انا استطيع هو طبعا جرمها وارهابها كان واضح لاغلب اليمنيين كان واضح للمجتمع الدولي للدول الاقليميه لكن كان هناك جزء من اليمنيين مخدوعين هذه آه الجماعه في بدايه ديسمبر نزعت اخر اقنعتها ومارست في حق حلفائها ابشع الانتهاكات انا اعتقد آه انه لم يعد هناك نوع من الانتهاك الا ومارسته الجماعه يا اخي العزيز لو لو تطلع على ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لن تجد آه او لن تجد مثل الانتهاكات والممارسات آه التي تمارسها جماعه الحوثي في حق اليمنيين وهذا امر ملموس وملحوظ يعني وبالتالي ما يحدث اليوم في ظل صمت يعني عجيب وغريب وغير مبرر من المنظمات الدوليه هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وهو امتداد للجرائم التي تمارسها الجماعه منذ خروجها من صعده حتى وصلت الى عدن ويعني من 2004 حتى اليوم ويتطلب منا الوقوف بحزم لمواجهه هذه الجماعه نعم حمدان السؤال العريض الان لماذا ترك الناس صنعاء البعض او الكثير منهم يعرض ما يملك سواء يعني تجاره او املاك او منازل او ما شابه ذلك ويعرضها للبيع ويريد مغادره صنعاء وتركها وهي ربما المدينه الاحب الى قلوب الكثير من اليمنيين عندما يغيب الامان يضطر الناس الي الهروب ويضطر الناس الي ترك ما لديهم من مال و وجاه وابناء واسر وهو ما حدث لجزء من اليمنيين في 21 سبتمبر 2014 ما يحدث اليوم لقتل المؤتمرين في الداخل هو ما حدث لبقيه المكونات اليمنيه التي نزحت وهربت من ضيم وظلم الحوثيين عندما يغيب الامان يضطر الناس للهجره وهذا يعني دأب الانسان على مر العصور. نعم، طيب همدان ابقى معي ساعود الى مأرب مع الصحفي راجي عمار. راجي اذا كانت ربما الاستاذه لطيفه تتفق مع كثير مما طرحت عدم اعتراف يعني هؤلاء من من اتوا من صنعاء وهربوا من صنعاء واتجهوا الى الشرعيه واستقبلتهم الشرعيه بكل الحفاوه لكن في المقابل عدم قبول وعدم اعتراف بالشرعية وبالرئيس هادي يعني هذا التناقض من قبل هؤلاء أنت ترحب ثم هو يرفض حتى الاعتراف بك كيف يعني تقبله منهم في الشرعية أو كيف تعاملوا معهم منهم في الشرعية هذا السلوك كما قلت لك في البداية هم استقبلتهم الشرعية لأنها في الأول والأخير هي شرعية الدولة وهي الدولة والكل تحت ظلها وتستقبل الجميع كان من يكون انا اعقب على كلمه الاستاذ لطيفه ان هناك انا الاعداد التي التي تم التي انتقلت من صنعاء الى عدن والى هم لا يتجاوزون الاصابع اليد ليس ليس بذلك الكم المهول الذي الذي يصوره البعض او يتكلم عنه البعض هم قله قليله اما البقيه فهم نعم تم دخول الى منازلهم واخذهم الى المعتقلات لكنهم في الاخير تماهوا مع الحوثيين وتم انا كلمني احد الاخوه اللي كانوا مع الذين دخلوا في في المعتقلات انهم تم اخذ عليهم بعض التعهدات والضمانات انهم يظلوا مع جماعه الحوثي ويتركوا صالح وحزب المؤتمر ويعيشوا في صنعاء بدون احد يعترض لهم ووقعوا على ذلك وتماهوا مع الحوثيين، الموضوع ليس يعني لا نجعل منهم ابطال وليس لانهم مثلا دخلوا مع مع الشرعيه هم اربعه انفار الذي اتجهوا الى عدن ويمكن حدود عشرة أو أشخاص مقربين من صحفيين مقربين من صالح توجهوا إلى مارب وهذا وهذا هو الموضوع يعني م. أن الموضوع ليس كما يصوره البعض أن هناك أعداد مهولة تم نقلها هم قلة قليلة والبقية في صنعاء تم تماهيهم مع الحوثي وأصبحوا الآن مع الحوثيين ولم ينكروا من ما حدث أيضا حين اجتمع الصماد بيحيى الراعي وبوزير الخارجية هشام شرف وبجميع القيادات المؤتمرية واصبحوا الان مع الحوثيين وأجتمع اجتمعت مجلس النواب ولا كان شيء حصل يعني نعم. واللي موجودين هنا زي ما قال كما قلنا مسبقا الذي حصلوا خرجوا لم تعترف لم يعترف بالشرعيه سوى نور القروي التي قالت ان انها تبع الشرعيه والتحالف العربي، اما البقيه فهم قالوا انهم انهم ضد الميليشيا وكذا، لكن لم يعترفوا بالشرعيه ولم يعترفوا بشرعيه هذه، وهذا هو الموضوع وليس اكثر يعني. نعم. طيب راجي استاذ لطيفه اذا ربما ايضا راجي بنفس الاسياق ولكنه يقول هي ربما يعني ارقام بسيطه فقط من وصلوا الى عدن او الى مارب وظلوا متمسكين برايهم وعدم الاعتراف بالشرعيه عدا ما تسمى نورا الجروي وايضا ربما ايضا سمعنا فضل القوسي وبعض الشخصيات فقط اذا الا يعتبر يعني هؤلاء من انضموا الى الشرعيه واعلنوا يعني صراحة انضمامهم للشرعية وكانوا قبل فترة بسيطة هم يعتبرون الشرعية والتحالف عدو هي أيضا شجاعة تحسب لهم تحسب شجاعة إذا حددوا موقف سياسي واضح من الجماعة الحوثية. الموقف السياسي الموقف السياسي الذي كان يجب أن يتخذ كان يجب أن يتخذ من صنعاء وليس من بعد بعد نزوحهم من صنعاء. إذا هي ليست شجاعة هي حماية الذات وهذا حق مشروع حق إنساني مشروع. لكن كيف يتعامل كيف تتعامل الدولة مع الحق المشروع هذا؟ تتعامل هو بإنصاف مع مع جميع مع 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 الجميع الاتجاهات سواء على النازحين الذين لهم الحق في أنهم ينزحوا إلى دولتهم وإلى كمواطنين أو الحق كما قلنا حق المواطنين او حق الضحايا الذين دفعوا دمائهم في سبيل دحر الانقلاب. الموقف المطلوب احنا لا نتحدث عن مجرد انهم اعداد او صحفيين او كم صحفي مقرب من صالح نزحوا، هذا موقف سياسي. المجتمعات لا تدرب العقلية البسيطة هذه أنهم مجرد صحفي أو مجرد هذا موقف سياسي المجتمع الدولي ينظر ويشاهد ما يدور في العالم في في داخل اليمن العالم صار قريه صغيره النازح الذي ياتي من, من, تحت, من تحت طغيان وبطش الحوثيين الى مناطق ويرحب به آه كما قلنا آه آه سلوك آه سلوك دوله آه سلوك مطلوب آه لكن في نفس الوقت آه يجب ان يكون هناك موقف سياسي واضح المساله لا تعد انه موقف سياسي هناك بعض القيادة السياسيين الذين نزحوا الى المناطق الشرعيه وهذا ما طبعا الذي في الظهر في الاعلام هو آه القليل الذي يصل لكن ما وراء الاعلام وما هو خلف الطاوله قد يكون هناك الكثير الذي لم يصل الى ايدينا ولم يصل الى حد الاعلام كما آه كما يصور انها مجموعات بسيطه او قليله نعم طيب اعود الى الاستاذ همدان العلي، استاذ همدان انت ربما لك وجهات نظر مغايره جدا وانا اتابع ما تكتب عبر منشوراتك في الفيسبوك او بعض المواقع الالكترونيه فيما يخص من هم الان يعلنوا انضمامهم للشرعيه او غادروا صنعاء، لكن ايضا تحدث الاستاذ راجي والاستاذ لطيفه بان هؤلاء واغلبهم لم يعترفوا حتى بشرعيه الرئيس هادي ولم يعترفوا بالشرعيه رغم انها استقبلتهم بحفاوه كبيره. نعم اخي العزيز، انا لم استمع جيدا لما قاله الاخ راجي وانما سمعت لما قالته الاخت لطيفه وايدها تماما اجمالا سبق وان اشرت في احد المنشورات انه لا يمكن او انه انا كيمني اتعامل اليوم مع اي مؤتمر ينزح الى مناطق الشرعيه ولا يعترف بالشرعيه كنظام وك يعني كنظام يستعي وليس كاشخاص يعترف بالشرعيه وبالرئيس عبد الرب منصور وبنائبه وبالحكومه كفرصه كفرصه وحيده لاستعاده الجمهوريه واستعاده اليمن فهذا يعتبر مندس وربما اختراق ويقوم بمهمه لصالح جماعه الحوثيين لان جماعه الحوثيين بطبيعه الحال كانت تعرف جيدا بانها ستقدم على عمليه اغتيال علي عبد الله صالح وهي قد عملت على يعني على ما بعد مرحله علي عبد الله صالح وكيف الدخول في صفوف الشرعيه وبالتالي اي شخص قيادي او صحفي لا يعترف بشرعيه هذه فهو لا يريد استعاده البلاد ولا يريد استعاده الجمهوريه لانه لا وسيله على الاطلاق يعني تمكننا من استعادة البلد إلا من خلال الشرعية آه اليمنية اليوم على نعم. آه آه على المؤتمرين بدرجة أساسية آه أن يعترفوا بالشرعية أولا ومن ثم يتم آه الحديث عن عن آه من يقود المؤتمر في المرحله الحاليه، الاعتراف بالشرعيه هو شرط اساسي للتوبه انا باعتقادي. نعم. ومن لم يعترف بالشرعيه فهو لم يتوب وانما هو اداه من اداه جماعه الحوثي لتفتيت المؤتمر ولربما اختراق طيب. الشرعيه واذيتها من الداخل. نعم. استاذ أه همدان كيف تفسر ايضا يعني حاله يعني مواصله الاجرام وارتكاب الـ الـ الجرائم والانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي رغم ان الخناق او الحبل يلتف على عنق الميليشيا يوم وراء اخر والمساحه التي يحكمونها تضيق يوم وراء اخر، الا يخافون من المستقبل ألا يخافون من يعني نزعة انتقابية قد تطاله مستقبلاً بكل وبسبب هذه الممارسات التي قاموا ب يعني استخدامها ضد اليمني. يقال دائماً بأن الدين هو فيون الشعوب جماعة الحوثي هي جماعة دينية متطرفة بدرجة أساسية ومثل هذه الجماعات يعني المشابهة والتي لا تختلف عن عن تنظيم القاعدة وداعش. لا تتعامل بهذا المنطق ولا تخاف ولا تجزع من الموت هي هي تتقمص الشخصيه الرحاميه او المظلومه وبالتالي هي تعتقد انها اذا قتلت وهي في سبيل ما تنشده بالذات القيادات العقائديه وليس بعض القيادات الـ والمشرفين الـ الذي لجاوا لللصوصيه هذا النوع من الناس سيقفزون من سفينه الحوثيين في لحظه ما ويؤيدون الشرعيه وهذا داعب الانتهازيين في كل زمان ومكان لكن انا اتحدث عن القيادات الكهنوتيه العقائديه هذه القيادات تعرف جيدا بانها تخوض تجربه انتحاريه ولكن هذه التجربه الانتحاريه هي تعبد هي شكل من اشكال التعبد ويعني ستستمر فيه الى ما لا نهايه نعرف جيدا ان جماعه الحوثي حصرت خلال الحروب السته السابقه في جبال صعده ولكنها لم يعني تتخلى عن مشروعها الكهنوتي وهو امتداد المشروع له ألف عام آه هذا هو باختصار هذا هو داب ويعني سلوك الجماعات الدينيه الارهابيه المتطرفه. نعم. طيب همدان ابقى معي عود الى مارب عبر الاقمار الصناعيه مع الاستاذ الصحفي راجي عمار. استاذ راجي ذكرت او تحدث يعني الاستاذ همدان وتحدثنا ايضا عن مساله نزوح الناس من صنعاء وبيع الممتلكات في المقابل هناك ثراء فاحش تقوم يعني بها ميليشيا الحوثي شراء العقارات، الاراضي، بناء المنازل الكبيره والفلل الفارهه، هذا هذا الطفره التي وصلت الى الميليشيا ومن ينتمي لها هل يدركون مقدار يعني الخطر الذي سيطالهم فيما بعد؟ ام انهم يشعرون بالامان وهناك ربما تحدث تسويه سياسيه وستبقى كل ما يعني قاموا بالاستيلاء عليه من ممتلكات الدوله او استغلال المواطنين وأخذ هذه الأراضي والمنازل والتجارة بمبالغ زهيدة ستظل في رصيدهم طبعا هم استولوا على كل شيء بعد خاصه بعد مقتل صالح استولوا على منازل قياده المؤتمر وانا تحدثت في السابق حينما قلت ان عدد النزوح هو عدد قليل انا اقصد النزوح نزوح المقربين من صالح او الصحفيين المقربين والقيادات المقربه من صالح اما بالنسبه لنزوح الأسر والشعب معظمهم نزحوا من صنعاء من قبل مقتل صالح ومن بعده أيضا لكن بالنسبة للميليشيا هي فعلا انتهكت يعني أخذت المنازل والآن يعيشوا في ثراب بسبب أنهم استولوا على أموال البنك المركزي كما قلت سابقا واستولوا على الإيرادات أو إيرادات الضرائب والجمارك وكل ما ما يتم توريده إلى البنك المركزي التابع لهم وبهذا تم تم شراء الفلل والعماير، وبعضهم دخل في شراكات تجاريه، وبعضهم اصبح ثري في شركات نفطيه وشركات وشركات كبرى، يعني هذا اكيد زي ما قلت وكما قلت سابقا ان هناك انهم لا يريدون ان تنتهي هذه الازمه ولا يريدون ان تنتهي، يجب علينا الوقوف صفا واحدا للانتهاء من هذه الميليشيات الكهنوتيه، واعاده الجمهوريه تحت مظله الرئيس الشرعي الرئيس عبد منصور هادي. والحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبد بن دغر و... 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 والجيش الوطني أما أننا نظل نتكلم عن المؤتمرين ومن الذي نزح ومن الذي لم يعترف بالشرعية طبعا هم في إلى هذا الحد وإلى اليوم لم ي... مش معترفين بالشرعية وغير مبالين بالشرعية هم فقط زعلانين على مقتل صالح وفي الأخير لم يعترفوا حتى بالشرعية ولم يقولوا أنهم هكذا حتى أن أحدهم يت... يقول أنه اهون لنا زي ما قال النبي الصوفي في في, في تغريدته انه اهون لنا نعود الى الحوثي ولا يحكمنا هذه ماذا تنتظر من هؤلاء يعني بعد هذا كله بعد الذي حصل لا ادري ما, 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 ما هي السياسه المتخذه حيال ذلك نعم نعم طيب نعم. ابقى معي راجي وايضا الاستاذة لطيفة والاستاذ همدان أه نذهب الان مشاهدي الكرام نتابع مادة معلوماتية اعدها الزميل وديع عطاء عن اضرار الآلاف للنزوح من صنعاء بسبب وحشية الميليشيا وايضا الانتهاكات التي رصدها في هذا الجوبرتاج الجرافيكس الانفوجرافيك نتابع ومن ثم نكمل حديث ابقى معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه المادة المعلوماتية وأعود إلى نيويورك عبر السكايب مع الأستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية، أستاذة لطيفة، يعني فيما بعد من تضرروا في صنعاء واستولت الميليشيا على ممتلكاتهم أو يعني قامت بشرائها بمبالغ زهيدة تحت ضغط التهديد أو بسبب الظروف الصعبة التي مرت بالمواطنين، هل في المستقبل إذا ما عادت الدولة هناك حق لهؤلاء باستعاده ممتلكاتهم بمحاسبه من قاموا بنهبها، من المسؤول ومن سيتابع ذلك؟ قرات تعليق لرئيس منظمه هي رايت right رادر بهذا الخصوص، كان قد علق الاحداث في صنعاء والنزوح والانتهاكات اللي في صنعاء انه وصلت وبلغت حد غير مسبوق وحد خطر للغايه، وكان احد كلامه ان أن هذه الجرائم لا تسقط وأنه سيكون هناك ستوثق هذه الجرائم وسيكون هناك متابعة للانتهاكات هذه فيما بعد. لكن في من خلال قراءة المتابعين وأعتقد أن هذه حقيقة لا تخفى عن الجميع للمراقبين للمنظمات الدولية وأدائها على المستوى العالم وفيما يحدث في اليمن. المنظمات الحقوقيه الدوليه هي لها اجنده واجندتها ذات خلفيه سياسيه بالتالي الضحايا هم ليسوا الا اداه وظيفيه في كارقام لا ننتظر من ولا نعول على المنظمات الحقوقيه انها تقوم باداء ما يجب ان نقوم نحن فيه صرح الان كما قرانا في في الريبورتاج اللي حطيته وزير الاداره المحليه صرح الرئيس الوزراء بان هذه جرائم وان هناك صمت وتجاهل دولي، من هو المسؤول عن ايصال هذه الانتهاكات التي صارت في صنعاء وعموما في اليمن؟ هل هي المنظمات الانسانيه التي كما قلنا تدفع اذنيه السياسيه؟ لا يخفى الحقيقه الذي معلومه ان المنظمات الحقوقيه الدوليه تنطلق من رؤيتها إلى الحرب في اليمن والانتهاكات في اليمن من خلال أن هناك حرب ما بين أقلية وبين الحكومة الشرعية وما بين بين المملكة العربية السعودية التي ينظر إليها كمنظمة أو ينظر لها كدولة متخلفة من منظور ليبرالي غربي. لا تنظر المنظمات الدولية هذه على الحرب في اليمن أو الانتهاكات في اليمن إلا أن كون هناك وهذا ما نسمعه وما نتابعه من خلال الصحف الأمريكية والغربية أن هناك تدخل من من اقليمي يرتكب الانتهاكات عبر الطياره عبر الطائرة وهناك مئات القتلى وهناك الكوليرا نتيجه الكوليرا هذه هي نتيجه الحصار الاقليمي بالتالي هذه الصوره الموجوده للغرب من من اين هو العجز من المسؤول عن ايصال الصوره بهذه الطريقه قبل ايام كان هناك تغريده لكينيث راف الذي هو مسؤول هيومن رايتس في تويتر وعلقت عليه عندما حط احد هو طبعا هي منظمه رسميه حساب رسمي كان من 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 طرحي ان هناك حصار واغلاق منافذ في تعليق سالته لماذا لا تشيرون بشكل مباشر من هو المسؤول عن ايصال اليمن وايصال الاوضاع الانسانيه والصحيه في اليمن الى هذا, هذا؟ لماذا تشيرون الى باصبعكم الى المسؤول الاول عن الانقلاب هو الذي اوصل البلد الى هذه نعم. لماذا ترجع إلى السعوديه طبعا تركيزا على السعوديه كما قلنا انها دوله متخلفه وكما قلنا ان السعوديه بالنسبه لهم من منظور بلاري هي عباره عن دوله متخلفه تقوم بقتل اليمنيين نعم. اين وزاره الوزاره الاعلام لمده نعم نعم اذا اذا هذا هو ربما يعني قصور واضح وعدم توضيح الصوره الكامله والحقيقه لما يحدث في اليمن وهناك عجز من الشرعيه وحتى من التحالف العربي الذي يملك وسائل الاعلام ويملك المال ويعني فعلا هي نقطه في غايه الاهميه اسمح لي استاذ لطيفة ان اعود الى الاستاذ همدان العلي عبر الهاتف من الرياض استاذ همدان يعني الان حاله الانتهاكات والجرائم التي تمارس في صنعاء وايضا حاله يعني شراء العقارات الكبيرة أو الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة هل تعتقد بأن هناك حالة من الرصد وتوثيق لكل هذه النهب الممنهج من قبل الميليشيا والاستيلاء الممنهج على كل ممتلكات الدولة وعلى السياسيين وممتلكات المواطنين وكما تعلم اليوم ربما أعلنوا عن قائمة طويلة يعني احتوت ما يقارب 1200 اسم بالحجز أموالهم وكل ما يملكون حقيقة عملية الرصد هي صعبة جدا في مثل هذه الظروف جماعة الحوثي تمارس أو تسيطر بشكل تام على كل المفاصل في البلاد أنا سأعطيك نموذج من بسيط في 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 المحويت وهي مدينتي لا أستطيع التواصل مع أحد ولا استطيع معرفه ما, ما الذي حدث خلال الفتره الماضيه الا ما ندر يعني هناك تشديد امني كبير جدا ولهذا وارهاب وهذا ما يجعل كثير من الراصدين والصحفيين لا يستطيعون تناول هذه هذه الانتهاكات ولا يستطيعون رصدها نسمع عن معلومات تتدفق من خلال معلومات تتدفق لنا بين الوقت والاخر لكنها لا يمكن ان يعني تحصي او توضح لا. الا تعتقد بان هناك ربما حاله من الرصد الشخصي وسنراها مستقبلا اذا ما عادت الدوله واشعر الناس بالامان نعم, نعم. سيخرجوا كل هذه الـ 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 يعني الانتهاكات نعم. التي وثقت نعم بالضبط عندما تستعاد الدولة عندما يرجع اليمنيو, عندما تستعاد المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتعود إلى حضن الجمهورية سنجد كم هائل سيظهر لنا كم هائل من الانتهاكات من عمليات الفساد الواسعه من الجرائم التي لم يخطر على بال اليمنيين ان تحدث في هذه الرقاع الجغرافيه الصغيره، آآ يعني آآ لكن ما يجب علينا اليوم ان لا نستسلم لمثل هذا الواقع، هناك نعم. منظمات تقوم بدور هام في هذا الجانب مثل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، تقوم بعمليات رصد واسعه ولديها تقارير ربما تصدر قريبا ومن واجب من واجبنا جميعا كصحافيين وكناشطين ان نقوم بعمليه ايصالها للمنظمات الدوليه رغم رغم وجود التواطؤ الملحوظ يعني انا اعتقد انا اتفق مع الوقت اللطيفة ان هناك قصور ولكن في الحقيقه هناك تواطؤ منظماتي دولي لاسباب كما قالت سياسيه وربما يعني في كثير من الاحيان لاسباب اقتصاديه لابتزاز مثلا السعوديه والامارات وتفاصيل اخرى بالامكان الاشاره اليها في مناسبات اخرى. أشكرك جزيل الشكر صحفي والناشطة الحقوقية الأستاذ همدان العلي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض والشكر أيضا للأستاذ الصحفي راجي عمار كان معنا من مأرب والشكر أيضا للناشطة الحقوقية لطيفة علي كانت معنا عبر السكايب من نيويورك ختام الحلقة مشاهدينا الكرام تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر كما هي لكم من الطاقم الفني ان شاء الله حلقه جديده من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان حفظكم الله والوطن السلام عليكم